المكرم الثاني في هذا الملتقى العظيم محمد أتولي البالغ من العمر 60 سنة، وهو محفظ أيضا بمسجد الكامون المس قصب التادلة، له تجربة في تحفيظ القرآن الكريم لمدة 34 سنة. يقدم له هذه الجائزة عميد كلية آداب العلوم الإنسانية. فليتفضل مشكورا. الثالث رضا العلام البالغ من العمر 13 سنة، حفظ القرآن الكريم وهو ابن 9 سنوات.